السلام عليكم، معكم احمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. طبعا من عنوان الموضوع اكيد انتوا عارفين النهارده انا هتكلم في ايه، هو انك ازاي تقبل في انديه سواء كانت انديه كبيره او محليه، واقول لكم على الخبره اللي انا مريت بيها والمشاكل عشان ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها عشان تقدر توصل لهدفك وحلمك في كره القدم. بس كمل الفيديو للاخر عشان النصايح كلها في اخر الفيديو، واوعدكم ان انتوا تستفادوا جدا جدا جدا. وما تنسوش اللايك واشتراككم في القناه، وده حسابي على الفيسبوك والانستجرام وهتلاقيه برده تحت في صندوق الوصف. حلم اي شاب او طفل عاشق لكره القدم انه يكون لاعب زي النجوم اللي بيشوفهم او بيتابعهم سواء في الانديه العالميه او في الانديه المحليه اللي موجوده في بلده. ونبدا هنا في اول خطوه انه يحول الحلم الى حقيقه، ومن هنا تمهد نفسك عشان تتحول من لاعب ناشئ الى لاعب محترف. والحلم الاول دي بدايه بسيطه جدا وبتكون قابله لتحقيقها لو انت نجحت في ابراز موهبتك بين مئات الناس اللي بيكون موجودين في الاختبارات، لانهم برده بيكون عندهم محاوله لاقناع المدربين بقدرتهم. وكلنا عارفين ان السن الصغير لما بيخوض اختبارات بيكون عندهم شويه من الخوف والتوتر والقلق، والحقيقه ما بينجحش غير لو واثقين في نفسهم وعندهم اصرار وعزيمه وعلاقه بالكره في الملعب ومهارات اساسيه، وطبعا قدرتهم على اللعب. دول اهم الاشياء بالنسبه انك تكون جيد في الملعب، وطبعا التوفيق في الاخر بيكون من عند ربنا. طبعا الوقت القصير اللي انت بتختبر فيه ممكن ما يسعفكش انك تقدم الاداء المميز، الانديه المحترمه هي اللي ما بتقيمش اللاعب في المده القصيره، دول بيقيموهم على قدرته على اللعب والمهارات واللمسه الصح والتسديد باتقان، دول الاساس. لكن سهل جدا بعد ما تدخل ناشئين انك تنمي اللياقه البدنيه والمهارات الاخرى عندك، عشان دول ممكن تاخد وقت كتير جدا في اتقانه. اكتر سن في الاختبارات بيكون من 10 سنين ل 17 سنه، لكن انت هتقول لي 18 19 20 دول خلاص كده راحت عليهم؟ هقول لك لا، في فرصه امامهم ان هم يستمروا ويكونوا لاعبين جيدين، ولكن انك تستمر في التدريب وتقوي نفسك في اي حاجه ناقصه، وكمان تحاول انك تروح نادي صغير عشان تقدر تبين مستواك اكتر، وانك تستمر في التدريب ضعف التدريب اللي انت بتتمرنه مع فريقك. بيكون الامر صعب على اللاعب اللي بيحلم طول الليل انه يروح الاختبارات، وبالنهار يروح الاختبارات ويكون دي ساعات طول الليل في احلامه اليقظه، ولكن بالفعل لما بيجي الصبح ما بيكونش امامه غير 10 دقائق يثبت فيهم نفسه امام عشرات اللاعبين اللي بيكون عندهم نفس الهدف اللي عنده. وده بيواجه مشكله وبيعاني كتير قوي من عدم تمرير الكره ليه من فريق، او من الالتحامات الصعبه اللي بتكون من فريق الخصم، والحاجات اللي انا قلتها دي فعلا بتاثر على ادائه في الملعب. دلوقتي ندخل في اهم حاجه في الحلقه، وهي النصايح اللي اقولها لك عشان تقدر تأدي الاختبار بشكل جيد وتقدر تنجح فيه باذن الله. حاول تتخلص من الخوف والقلق وقت نزولك الملعب، والعب اكنك بتلعب في الشارع عشان ثقتك في نفسك هتديك الاداء المميز في الاختبار، وكمان المدرب هيشوف الثقه دي فيك. وحاول تظهر شخصيتك في الملعب وتقود فريقك حتى لو ما لمستش الكوره كتير. لو كنت مميز في التسديد على المرمى على الاقل حاول تسدد من 3 لـ4 مرات، واهم حاجه تكون بدقه وتركيز على مرمى الخصم، ما تسددش وخلاص كده. ولو عملت دي هتكون مرحله كافيه لانتقالك الى المرحله الثانيه من الاختبار. لو انت مميز في السرعه حاول تتمركز على اطراف الملعب، واول ما تجيلك الكره حاول تنطلق وتتفوق على خصمك وتظهر المهاره، ما تهتمش كتير بالسرعات الجسديه مع خصمك، وما تفكرش في اللي قاعد مستنيك بره سواء صاحبك او اخوك او ابوك او عمك، وما تهتمش بيهم وخلي كل تركيزك في الكره اللي امامك. حاول قبل ما تروح الاختبارات تتمرن على انجاز المهاره، يعني تعمل نفسها مع اصحابك والعب بثقه، ولو ما حصلش نصيب معاك في الاختبار الاول روح الثاني والثالث والرابع في اكتر من نادي، ولو انت نجحت في الاختبار تهنيا مني ليك، ولو كنت سايق الحظ في الاختبار ده مش عيب فيك، حاول ثاني وتمسك بحلمك عشان تقدر توصل. وجيت دور عليك دلوقتي انك توصل الفيديو ده لاقرب الناس ليك عن طريق الشير سواء على الواتساب او الماسنجر او نسخ الرابط عشان الناس تستفاد منه ويقدروا ان هم يخوضوا التجربه دي. وبكده شباب انتهت حلقتنا، اتمنى تنال اعجابكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب، اراكم في تعليقات، اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.